شكرا لك أخي الكريم على هذه المعلومات. المحور الثاني هو من تعز، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من التقدم مجددا فيما يتعلق بكثير من الجبهات في المنطقة الغربية، ومنها جبهات مقبنة. قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على عديد من الاتباب في مقبنة عقب هجوم شنه الأبطال على مواقع تمركز فيها الميليشيات الحوثية. وكانت قوات الجيش قد سيطرت يوم أمس على جبل غباري بالكدحة، وتمكنت من قطع طريق إمداد الرابط بين الكدحة والوازعية. إذا يعني تطورات كثيرة في مقبنة، سأرصدها مع الأخ العقيد نبيل المقربي، هو رئيس عملية اللواء 35. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي الكريم. هذه تقريبا ثالث أو رابع يوم ونحن نرصد فيها تطورات في الجهة الغربية، في مقبنة، في الوازعية، في الكدحة، في ذباب، في باب المندب، كثير من المناطق التي بالتوازي تحقق انتصارات كبيرة. خلينا اليوم نتحدث عن مقبنة، ماذا يدور هناك؟ معارك شرسة. نعم، معارك شرسة. ضعنا في صورة هذه اللي يدور هناك، يعني ما مع التطورات السريعة والحديثة والمتتالية في الجبهة الشرقية، قامت المقاومة والجيش الوطني بنقلة نوعية للمعارك من شرق تعز إلى غربها تماما، بحيث أدى إلى إرباك قوي جدا للعدو. هذا تكتيك ممتاز ورائع وتكتيك قوي استخدمه مقاومة تعز والجيش الوطني لإرباك العدو. نعم، أهمية المواقع التي سيطرتم عليها في مقبنة عسكريا، يعني مواقع مهمة جدا، حيث أن مقبنة وجبهة حمير وجبل العيار يشرفون على الخط المؤدي من البرح إلى تعز إلى برباشة. نعم، هم في جبهة مقبنة يسعون حديثا إلى قطع الخط. يعني لو قطع هذا الخط فعلا سيجعل المدينة في مأمن من الجهة الغربية، يعني من التعزيزات القادمة للحوثيين. هناك خطين لإمداد الحوثي من تعز، الخط المتوسط من صنعاء إب ضمار إب تعز. نعم، وخط صعدة والمحويط والحديدة ويصل إلى تعز من الناحية الغربية. نعم، أقصد أنه الآن تأمين هذه المناطق سيكون مهم جدا لقطع الطريق أمام هذه التعزيزات. طيب خلينا نتحدث الجهة الغربية برمتها كمدينة، كمدينة تعز. صحيح. طيب الآن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، في صفوف الميليشيات، حدثني عنها. يعني هناك العديد من يسلمون أنفسهم، وهناك العديد من يلقون أسلحتهم وهربوا، وهناك العديد من يفرون من مجرد سماع المعارك. هذه الانهيارات ناتجة عن ضعف نفسي ومعنوي، ذلك لأنهم فقدوا عدالة القضية التي يدافعوا عنها. صحيح. واستنزفوا كثيرا، وهم يلاحظون كم الهائل من الجنازات التي تتوالى إلى بلاد إلى بلدانهم من الجوف ومن مارب ومن سرواح ومن البيضة ومن تعز، فلذلك تعمل كل هذه على حفظ معنوياتهم. صحيح. وحقيقة لا أدري لماذا أبناء القبائل يدفعون بأبنائهم الأولين بعد الآخرين هكذا إلى المحرقة يعني. نعم. طيب أخي الكريم، هؤلاء بالنسبة للقادمين من محافظات أخرى، حدثني عن المتحوثين في المنطقة، هل هناك في صفوفهم من أبناء مقبنة من يساندوهم؟ المتحوثين نشكرهم كثيرا على موقفهم الفعلي مع أبناء تعز، حيث المكان مغرر بهم، لكنهم وقفوا مواقف وطنية وخدمونا كثيرا، نقلوا لنا الأخبار ونقلوا لنا المعلومات ونقلوا لنا كل ما تحتاج إليه المقاومة، وبصورة سرية جدا. وبعضهم مغلوبين على أمرهم ومضرر بهم، لا يزالون هناك لكن تحت القوة وتحت القهر التي وقعت فيها سيطرة الحوثي عليهم، فهم يضغطون عليهم كثيرا. طيب رسالتك لهم، إذا كان هنالك الآن من لا زال يساند الحوثيين بطريقة أو بأخرى في هذه المناطق، هل من رسالة لهم توجهها؟ أشكرك يا أخي الكريم على إتاحة الفرصة لإلقاء لهؤلاء المغرر بهم رسالة من أبناء تعز.
نعم تمام. أبناء تعز ما زلنا نقاوم منذ 1918. أول ثورة لأبناء تعز عام 1918 قام بها أبو الشاعر الفضول في عام 1918 ضد الحكم الكهنوتي ورفض الانضواء تحتهم. نعم. وثاني ثورة عام 1922 بقيادة حميد الدين الخسار، وثالث ثورة 1927 بقيادة شاهر قائد الأكحلي، وثالث ثورة العلمية 1935 بقيادة النعمان الأب، ثم 48 ثم 55. المهم لنا إلى الآن 98 عام، فنحن حلقة في سلسلة الثورات المتتالية أو المتوالية، فأرجو أن يتفهموا وأن نعم. يعقلوا، لأننا في طريقنا إلى تحقيق الدولة المدنية الحضارية التي يستوي فيها المواطنون جميعا تحت القانون والدستور. نعم، أشكرك أخي الكريم، شكرا جزيلا. العقيد نبيل المقرمي رئيس عملية اللواء 35، كنت معي لإطلاعنا على آخر المستجدات في أهم مناطق الجبهة الغربية وخاصة في مقبنة. مشاهدي الكرام، سأذهب إلى فاصل قصير، أعود بعده لاستكمال وتوقع من هذه التغطية.